نقيب المحامين يعقد لقاء مع محامي شمال الجيزة ويؤكد أن تطبيق اللامركزية ساعد في رفع المعاناة عن كاهل المحامين. مجلس نقابة المحامين يعقد اجتماعاً ويقرر: أولاً، تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة من مجلس الدولة بجلسة 24 من الشهر الجاري، وذلك بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة. ثانياً، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا. ثالثاً، اختار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية. رابعاً، استدعاء السادة المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح للحضور واستيفاء أوراق الترشح. خامساً، إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقاً للقانون. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد.